تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بن طلال، نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة احتفالاً بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي جاء تحت شعار الناشطات من الريف والبادية يغيرن حياة المرأة. وحيت سموها في كلمة خلال الاحتفال المرأة الأردنية وكفاحها المستمر من أجل صنع حياة أفضل لها ولعائلتها ووطنها، مشيرة لما تتحمله المرأة العربية في بعض الدول من مخاطر ومحاولاتها للصمود في وجه التحديات والحفاظ على أسرتها من التفكك والضياع. بمناسبة يوم المرأة العالمي، أحيي بكل التقدير المرأة الأردنية وكفاحها المستمر من أجل صنع حياة أفضل لها ولعائلتها ولوطنها، وأتوجه بالإجلال والإكبار للمرأة العربية التي تتحمل المخاطر الهائلة في ظل ظروف الخوف والقتل والدمار والتهجير، وأحيي صمودها للحفاظ على تماسك عائلتها في زمن أجبرها أن تكون الدرع المتين لحماية كيان أسرتها من التفكك والضياع. وأدعو الله أن يأتي وقت تحتفل فيه المرأة العربية بيوم المرأة العالمي بسلام وأمان. طبعا كثير انبسطنا من الجلسه الحواريه الرائعه بوجود سمو الاميره بسمه الداعمه دائما لانجازات المراه. كان حوار كثير راقي، اثبتنا كنماذج انه في عندنا اشياء كثير بالاردن. بتوقع لقدام الاردن رح يضل ترتفع راياتها اكثر واكثر، لانه بالانجازات اللي عم نشوفها كل وحده عم تحارب بمجالها عشان تنجز اكثر. فالحمد لله رب العالمين، الامثله كانت رائعه والدعم الموجود ولسه عم ينوجد واللي بده يجي لقدام. فبتمنى كل التوفيق لكل السيدات وشكرا على هذا المؤتمر الرائع. شكرا. لقائنا اليوم كان جميل جدا، احنا فخورين جدا بكل سيدة أردنية عاملة في سوق العمل او في بيتها، وبنتمنى كل خير للجميع.